أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا اللهم اجعل أغنياءنا كرماء على فقرائنا وحكامنا عادلين مع محكومينا وأقوياءنا رحماء مع ضعفائنا ووفق القادرين للعفو عن خطأ العاجزين والواجدين أوفياء للمحتاجين والأوصياء محسنين إلى اليتامى والمحرومين واجعل الرقة شعار قلوبنا والعطاء خلق أغنيائنا والعدل أساس حياتنا وامنحنا اللهم كرامة الأحرار وعيشة المتواصلين الأبرار وسلوك المسلمين الأطهار وامنعنا من الظلم وامنع الظلم عنا ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا يا كريم وارحمنا فأنت ربنا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لك الحمد منا والثناء
وصلاة وسلاما على خير الأنبياء، ورجاؤنا فيك أن تقبل منا الدعاء. اللهم أنا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. لك الحمد ربي على كتابك المبين، فيه آيات بينات ومعجزات باهرات وكلمات منيرات وسور مشرقات. لو أنزل على جبل لخشع، ولو سمعه حجر لتصدع، ولو تدبره منصف لسجد لمنزله وركع. يصل قلوب المؤمنين بخالقها وباريها، وتحيا بآيه نفوس ظل يرويها، وتشفى صدور بسور حين تتلوها. انقذت به أمما سحقت بالشقاء، ورفعت به قوما كانوا أذلاء، وطهرت به النفوس من الشرك والاستخذاء، ورفعت به المؤمن إلى عنان السماء، وقضيت بحقه على باطل الكذابين الأدعياء، ووضعت به العدل بين جميع الناس على سواء، وأنصفت به المساكين والمحرومين والفقراء. فاجعل اللهم قلوبنا أوعية لكتابك، واجعل ألسنتنا مشغولة بذكرك وتلاوة آياتك، واجعل حياتنا خاضعة لحكمك مصبوغة بقرآنك. اللهم اهدنا بهدايتك، واملأ قلوبنا بحبك وحب نبيك، واحفظنا من زلل الفكر حتى لا نعبد أحدا غيرك، وخذ بنواصينا إلى الحق حتى نسير وراء نبيك. واملأ بيوتنا نورا وقلوبنا نورا وحياتنا نورا، واجعلنا من عبادك المخلصين، وارزقنا الصدق وهبنا اليقين. وصلى الله على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك،
والشر ليس إليك، إنا بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا، فوفقنا لما تحبه وترضاه عنا، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك حسن الإقبال عليك والخشوع بين يديك. اللهم زدنا إيمانا بك وتصديقا برسولك. اللهم اجعل أوقاتنا معمورة بذكرك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم وصدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الله. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.